أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، نمسي عليكم بالخير من مواقعنا التواصل الاجتماعي العين كمل، ونحن موجودين وياكم في مهرجان الظفرة وفي شبوك تعريف الحلال، ونبدأ وياكم في تعريف أول شبك الحلال. طبعا نبدأ اليوم أشواط إذاع، نعم اليوم أشواط إذاع، ونبتدي وياكم في تعريف الحلال مثل ما قلنا. وهذه أمامكم غزيل المملوكة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان النهيان، ما شاء الله. هذه غزيل مشاركة في شوط الإذاع للشيوخ، مملوكة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان النهيان. الله يوفقك الدكتور، الله يوفقك طول العمر، على هالكم الناموس. وهذه أمامكم الغزيل، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صلوا على النبي صلوا على النبي. مشاركة في شوط الشيوخ ما شاء الله، غزيل مملوكة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان النهيان. هذه بينونة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان، ما شاء الله. هذه أمامكم بينونة المملوكة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان النهيان، ما شاء الله ما شاء الله. هذه بينونة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان النهيان، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذه شيخة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان النهيان، ما شاء الله. هذه أمامكم شيخة للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان النهيان، شوفوا ما شاء الله نقوة الحلال في مهرجان الظفرة، ما شاء الله